الفكرة إنه بدنا نعمل بزنس، يعني بدل ما نخلي الأمر مرتكز على محمد ومحمد مثلاً، لأن نخلي البزنس أكبر بحيث أنا أستفيد بشكل أكبر وأفيد غيري برضو. وهو هذا الهدف الوحيد، إنه أشغل غيري برضو وأنا ما أكونش تحت وظيفة تحت لواء الوظيفة. بدأت الفكرة في موضوع هذا، دخلنا مشروع بترول، خلينا نحكي أنا كنت لا أفضل شيء موضوع السوق أو التسويق أو البزنس بلان والأمور هذه كلها مفاهيم جديدة يعتبر أخذتها خلال سنة أو سنة ونص تقريباً. أخذنا كورس تدريبي في البداية، هو اللي علمنا إيش المفاهيم هاي، إيش الأدوات التسويقية ممكن نسوق من خلالها، كيف تسوق نفسك عند الناس، كيف تطلع لبرا، كيف تخترق أسواق وهكذا. يمكن الفترة التدريبية هاي سببنا إنه نصير نطور، هي تحط هدف قدامك وين بدك توصل من خلال السنة هذه، وضعت الهدف قدامك خلانا فعلا نسعى إيش عشان نحققه. وهي بدأت من هون، هي هوية، إنه قلنا ابتكرنا اسم هوية بحيث إنه إحنا نعمل هوية للشركة. بدل ما وصلنا بس بزنس كارد أو وصلنا بس الشعار، لا أنا أعمل لك البراند تبعك كله اللي هو اللي يحمل هويتك واسمك وخلينا نحكي شكلك التسويقي. إحنا قبل مبادرة كنا بنشتغل شغل يعني فريلانسر، ويمكن كمان كل واحد فينا كان بيشتغل لحاله، ما كناش موحدين الجهود هذه في منتج واحد معين. في وجود مبادرون طبعا كان قبل مبادرون برجع لنا عائد مادي من شغلنا يعني عمل فردي، كل واحد بيشتغل لحاله. بعد مبادرون صرنا بنشتغل بشكل انه مجموعه مع بعض فريق، فبرجع عائد من شغلنا هذا اكبر طبعا من العائد اللي قبل. مبادرون وفرت لنا منحه ماليه تقريبا 4000 دولار، غير طبعا المبلغ الثاني كان هذا خاص بالمطبوعات والمعرض والشغلات هذه. طيب قيمه 4000 دولار كيف وزعتوها من خلال مشروعكم؟ كنا محتاجين جهاز مثلا للرسم، هذا اخذ حصه الاسد يعني من المبلغ، لانه كمان كان عليه تكلفه شحن وشغلات زي هيك لانه من برا اجانا مش موجود زي هون غزه. اشترينا اللي هو جهاز جوال عشان نعمل عليه اللي هي تيستينج تبع التطبيقات اللي بنشتغلها. اشترينا لابتوب، في شغلات راحت طبعا على التصوير وعلى المطبوعات وعلى المواضيع. اوكي،